بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هيشرفنا اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي. أحداث ساخنة جدا من لبنان، اغتيال نائب الرئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العرور ومعه ستة كمان آخرين، وأيضا إلى إثيوبيا وأرض الصومال الغير معترف بها دوليا. إثيوبيا أخذت خطوة في غاية الخطورة والأهمية على الأمن القومي العربي. ليه العربي؟ الصومال دولة عربية. إثيوبيا عملت تحالف مع أرض الصومال الغير معترف بها من أي دولة في العالم، والبريطانيين بدأوا يشتغلوا بقالهم في شهر يوليو الماضي، مجلس العموم ناقشوا هذا الأمر أنه يتم الاعتراف بها من جانب بريطانيا، وفي وفد من أمريكا راح وهم راحوا زاروا أمريكا، في شغل يحدث في هذه المنطقة. فإثيوبيا وقعت امبارح اتفاق أو مذكرة تفاهم معهم عشان يكون لإثيوبيا ممر أو ميناء بحري في هذه المنطقة على خليج عدن جنب جيبوتي وجنب الصومال، وبالتالي هذا تحول في غاية الخطورة. أنا بقول من الآن ده تحول يستهدف الأمن القومي العربي اللي عملته إثيوبيا، هذا الإجراء وهذه الخطوة. جامعة العربية تحرك، جامعة عربية لازم العالم العربي كله يتحرك، لازم نعرف أهمية هذا الخطر وحكاية إثيوبيا. إثيوبيا رايحة لأن إثيوبيا دولة حبيسة ما عندهاش مواني. إثيوبيا طبعا بحدها الصومال وريتريا وطبعا كينيا، وبالتالي ليس لها أي منفذ على البحر، فما قرروا على طول زي ما حضرتك بتشوفوا كده ياخدوا منفذ في هذه المنطقة. في هذه المنطقة اللي قدام حضراتكم دي، أدي إثيوبيا أهو زي ما حضرتك بتشوف كده، أدي إثيوبيا، أدي الصومال الدولة العربية وعاصمتها مقديشيو، وتم بعد محمد سياد بيري وكان يحكم الصومال بدأت أرض الصومال يعني حصل تمرد وأعلنوا انفصالهم عن الصومال، وما فيش حد بيعترف بيهم حتى اليوم حتى الآن، ولكن إثيوبيا قررت الاعتراف بيهم، وقررت كمان مش اعتراف انها توقع كمان مع مذكرة تفاهم عشان يكون ليهم ميناء بحري في هذه المنطقة. ميناء البحري هو طبعا يطل هنا بنتكلم على خليج عدن ثم المحيط الهندي، ولكن الخطورة هنا بنتكلم هنا جيبوتي. جيبوتي هنا باب المندب، هنا باب المندب جيبوتي. فحضرتك متخيل ان يبقى هذا الميناء ميناء بربر لاثيوبيا قررت انها يكون ده الميناء بتاعها، تبقى موجودة هنا وهياخدوا 20 كيلو على الساحل ده من اثيوبيا. خلي بالكم ده تحرك خطير جدا، وانا بقول هنا تحرك يستهدف العالم العربي، الامن القومي العربي يمتد الى هنا، يمتد الى الصومال وهي دولة عربية. فاذا حدث هذا الامر خلاص، تحرك الاثيوبي العاجل ياخدوا ميناء هنا وياخدوا مساحة 20 كيلو مترا، ميناء بربرة هياخدوا 20 كيلو متر هنا ميناء بربرة قدام حضراتكم. ميناء ده مين اللي هتاخده؟ اثيوبيا. وهيبقى فيه هنا قاعدة عسكرية ليهم، قاعدة عسكرية لاثيوبيا. ادي الميناء، ادي الميناء، ده الميناء القديم وده الميناء الجديد. فاثيوبيا لها موطئ قدم هنا، هيكون ليها ميناء هنا على البحر. ده خطر في غاية الخطورة، وده هيكون تحرك كبير جدا، هيكون له تداعيات، وبالتالي هناك تحرك لابد من الدول العربية وجامعة الدول العربية، ولأن الصومال النهاردة بتدين هذا التحرك. هنتكلم على دكتور سمير فرج بعد شوية.